معي عبر الهاتف من مدريد الكاتب الصحفي عدنان الأيوبي. مساء الخير، أهلا بك معنا. إذا كان هناك أي معلومات ممكن أن نعرفها، وكيف تتابع تداعيات إعلان الاستقلال؟ يعني هذه هي الأزمة الأخطر في تاريخ الدولة الإسبانية الحديثة منذ 40 سنة إلى الآن، وبعد أن كانت أزمة كاتالونيا أصبحت أزمة الدولة الإسبانية، وبالتالي ممكن أن تعكس نفسها أيضا على قضايا من الاتحاد الأوروبي وعلى منطقة اليورو. اعتبارا من الآن طبعا بدأت القضايا العملية، الحكومة الإسبانية بعد قليل من الممكن أن تعلن الإجراءات العملية لحل الحكومة بشكل عملي، حل الحكومة المحلية لإقليم كاتالونيا، وأيضا بدء تنفيذ إدارة إقليم كاتالونيا من الحكومة المركزية في مدريد. هذا ممكن أن طبعا أن يؤدي إلى عملية احتجاجات ومظاهرات كبيرة في مدريد. طيب، ما السيناريوهات، ما الذي يمكن أن يحدث؟ يعني طبعا نتابع ردات الفعل، الدول تعلن دولة بعد أخرى، ألمانيا قالت بأنها لا تعترف بهذا، الولايات المتحدة، ماكرون رئيس الفرنسي قبل قليل قال بأنه هو مع الدعم الكامل للحكومة الإسبانية، توسك قال بأنه ستبقى إسبانيا المحاور الوحيد. مع كل هذا الدعم للحكومة الإسبانية وهذا الرفض للاستقلال، ما السيناريوهات للأيام القليلة القادمة؟ يعني هو أن يؤيد البرلمان المحلي لإقليم كاتالونيا بنسبة حوالي 55% من أعضائه إعلان الاستقلال ونظام جمهوري، لا يعني هذا بأنه سيترجم على أرض الواقع أو أن هذا المشروع سينجح، لأنه هو فكرة أو قرار اتخذه البرلمان. الفرق كبير بين أن يترجم هذا وأن تصبح هناك جمهورية جديدة ودولة جديدة في الاتحاد الأوروبي، أو أن يكون هذا المشروع مشروع قرار ليس إلا. فالدولة الإسبانية تعارض ذلك، الحكومة الإسبانية تعارض ذلك، وغالبية دول الاتحاد الأوروبي يعارضون ذلك. طبعا هم يخشون من أن بعض الدول الأوروبية أيضا لديها حركات قومية من الممكن أن تتشجع وتحذو حذو القوميين الكتلان، إضافة إلى أن إسبانيا تعتبر الدولة الرابعة في دول منطقة اليورو، وهذا سيؤثر طبعا إذا ما تم هناك عدم استقرار في إسبانيا، من الممكن أن يعكس نفسه أيضا على بقية الدول منطقة اليورو. نعم، ما يحدث هناك سيد عدنان، هل يمكن أن يؤثر بأي طريقة علينا نحن هنا؟ على أي في على الدول العربية عربيا، هل ممكن أن نتأثر بما يحدث وكيف؟ طبعا يعني لا ننسى بأن إسبانيا هي دولة متوسطية لها حدود تقريبا مع المملكة المغربية، يوجد حوالي مليوني عربي ومسلم في إسبانيا، لها علاقات تاريخية، من الممكن أن يؤثر هذا بشكل أو آخر، ولكن طبعا المتأثر الأكثر في هذه الأزمة، الأزمة الإسبانية، الأزمة الكاتالونية، هو إقليم كاتالونيا، لأنه هناك حوالي 40% من سكان كاتالونيا يرفضون الانفصال عن إسبانيا. إسبانيا 47 مليون بني آدم، يعني في حوالي 40 مليون أيضا خارج إقليم كاتالونيا بغالبيتهم يرفضون استقلال إقليم كاتالونيا. هل نتوقع حتى بالداخل، هل نتوقع صداما بهذا الإطار مع هذا الكم الكبير الذي نتحدث عنه من الرافضين؟ يعني عندما يبدأ تنفيذ حل الحكومة المحلية وتنفيذ السياسة المركزية الإسبانية، من الممكن أن يكون هناك عصيان مدني من بعض الفئات، مثلا رجال الشرطة المحلية في إقليم كاتالونيا البالغ عددهم حوالي 17,000، عدد مئات منهم قالوا بأنهم لن ينفذوا الأوامر التي تصدر من وزارة الداخلية الإسبانية. أيضا هناك سيكون مشاكل كبيرة في قضايا جباية الضرائب بالنسبة للدولة الإسبانية، قضايا أخرى تختلف، يعني إذا إذا أرادوا إعلان جمهورية عليهم وضع حدود لهذه الجمهورية، وطبعا هذه قضية طويلة ومعقدة وبدها سنوات. أتوقع بأن إعلان الجمهورية يختلف تماما عن ترجمتها إلى أرض الواقع. أنا أشكرك جزيلا، من مدريد الكاتب الصحفي عدنان الأيوبي.